وبفكرك تاني بحلمك وبهدفك اللي انت بتسعى له، بقول لك اسعى وفي يوم من الايام هتوصل. خلينا نشوف ايه مميزات المرحله اللي انت موجود فيها النهارده. دايما الطلبه اللي بيشتتوك وبيخوفوك، طالما توكلت على ربنا سبحانه وتعالى وكانت النيه جواك وسعيت وحاولت واستثمرت مميزات الفرصه اللي موجوده. فكره ثانويه عامه مش مذاكره وبس، ثانويه عامه هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، اصرار، حماس، سعي، محاوله، ثقه في معيه ربنا سبحانه وتعالى دايما. اتمنى يا رب دايما كده تبقى فاكر حلمك وتسعى لهدفك وتحاول تتابعنا كل يوم باذن الله رب العالمين. يلا حاول تخلص بسرعه من الثانويه عشان تدخل الكليه. مش هضحك عليك اقول لك ان انت لو دخلت كليه صيدله هترتاح، هو مفيش راحه في الجامعه، بس في فارق ان انت ما عندكش ضغط نفسي ولا ضغط خوف. ايوه انت اي نعم هنا في كليه صيدله حياتك كلها امتحانات ومطحون ومذاكره، بس لما تمتحن في مكان انت بتحبه غير لما انت تكون موجود في كليه اتفرضت عليك وانت مش مبسوط فيها. فانا بقول لك يلا يا بطل، حاول ان انت تنجز بسرعه وتخلص بسرعه وتطلع من المرحله عشان توصل لحلمك اللي انت بتسعى له. الناس كلها هتكون فخوره بيك، واهلك هيكون فخورين بيك، وانت هتكون فخور بنفسك لانك وصلت لحلمك. يلا يا بطل، الفرصه بتيجي مره واحده بس، لازم يكون عندك قصه نجاح تتحكي تحكيها لكل الناس اللي حواليك. باذن الله ربنا دايما يوفقكم كده في مذاكرتكم ودروسكم وامتحاناتكم، وفي يوم من الايام هتوصل لحلمك وتفتكر اللحظات الصعبه بتعدي، وافتكر كده من يولد في هذه الدنيا ويبدع لا يمكن ان يموت، فاولئك الذين يغيرون في الحياه لا يغادرونها بل هي التي تغادرهم فقط. اهم حاجه نيتك، رغبتك، اصرارك في الوصول. ربنا دايما معاكم.